يسمى بمشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة هذه اللي انتشرت مؤخرا كثيرا، انتشر تناولها من طرف التلاميذ في الوسط المدرسي، حيث من خلال ملاحظات الكثير والعديد من الأساتذة والمعلمين على مستوى المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة، لاحظ الأساتذة أنه خلال أو بعد تناول التلاميذ لهذه المشروبات باختلاف أنواعها، لاحظوا أن التلاميذ يتغير سلوكهم، يصبح لديهم نقص في التركيز، يصبح لديهم فرط في النشاط الحركي، نشاط حركي زائد، نوع من العنف خاصة العنف اللفظي، بحيث أن التلميذ لا يعني كومون ديراج الكونترول با لي بارول تاعو. دونك الأساتذة يتسألوا عن محتويات هذا المشروبات، علما أنه هذا المشروبات محدد العمر المسموح بتناولها، معظمها مكتوب عليها الزجاجة 19 سنة، يمنع على أقل من 19 سنة، يمنع تناولها من للأطفال أقل من 19 سنة، وبالتالي لابد من النظر في هذا الموضوع، لأنه هذه المشروبات المعروفة تباع على مستوى محلات المواد الغذائية بصفة عادية مثل المشروبات الغازية. هذه المشروبات الطاقوية منها إيزم، منها ما يسمى بنينجا، تيانتي، هذه المشروبات حتى التلاميذ الابتدائي يتناولوها، والشكاوي كثيرة من طرف الأساتذة حول سلوك التلاميذ بعد ما يتناولوا هذه المشروبات، واصبح يعني يقول لك بلي صعب نتحكموا في سلوكهم، بدل ما نقرر نقعد نحس فيه بشراب يديه. لذا هو موضوع يطرح لدراسته او لفرض او للقيام بحملات تحسيسيه، والنظر ايضا مع وزاره التجاره حول هذه المشروبات وكشف مكوناتها، هل هي فعلا يعني صحية خاصة للأطفال يتناولوها، أو هي مشروبات يعني حتى وإن كانت نافعة لا تباع يعني هكذا على مستوى المحلات الغذائية، أو أن تكون فيه ضوابط في بيع هذه المشروبات الطاقوية. لذا لابد على الأولياء، بما أن هذه المشروبات الطاقوية محدد فيها العمر المسموح بتناولها، هنا كأخصائيين نفسانيين يعني نوجه يعني نداء وتحسيس للأولياء يعني بضرورة التقيد ومعرفة يعني النقود اللي يعطيها للأولاد تاعهم فيما تنفق. لابد من مراقبة الأطفال، خاصة أنه التلاميذ في الابتدائي يشروها، كان عندهم فضول أنهم يشربوا هذه المشروبات، لابد من مراقبة أطفالهم، لابد من يعني احترام التعليمة الموجودة على المواد الغذائية، خاصة قلت أنه هذه المشروبات يعني محدد فيها السن المسموح بتناولها. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.